السودانيين الفائزة بالشوط الأول الرئيسي الشاهينية أحمد والجبار اللحوي وأيضا النمر عبد الله بن الحسن الرشيدي من قدم أداء جميل، أيضا دي بندكية القعدان المقدمة من عيسى بن علي الصليطي لأخوانه الهجان السودانيين بدولة قطر. أيضا دي بندكية الشاهينية وبندكية النمر يستاهل عبد الله بن حسن الرشيدي، يستاهل الناموس، يستاهل تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أيضا السودانيين اللي انتزعوا الشوط الأول الرئيسي، شكرا لعيسى بن علي.